قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إن الحوار أسفر عن إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء تمهيدا لنشرها على الموقع الخاص بالحوار الوطني. وخلال مؤتمر صحفي في ختام الحوار الوطني أشار رشوان إلى أنه تم إصدار وثيقة خاصة بمدونة سلوك وأخلاقيات الحوار الوطني. هي إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني واللجان والفعاليات المتفرعة منه. هذه الوثيقة كان قدم مشروع اقتراح بها خضع لمناقشات وتعديلات، والصورة النهائية لها سيجري إعدادها عاجلا وستكون منشورة أمام حضراتكم جميعا على الموقع الخاص بالحوار، لكننا انتهينها للتو وبالتالي لن يتاح توزيعها الآن، لكن التعديلات التي تمت عليها هي أيضا تعبر عن هذه الروح المسؤولة وعن هذا الالتزام بالموضوعية لدى جميع زميلاتي وزملائي، لأن ما جاء بها كان يعبر بعد التعديلات عن توافق تام، لم يحدث اختلاف واحد حول بند واحد في مادة واحدة بحيث نلجأ للتصويت، الأمر تم كله بالتوافق. فهذه الوثيقة الأولى وهي مكونة من 19 مادة، هي اللائحة المنظمة لكل عمل الحوار والمجلس واللجان النوعية والفرعية. الوثيقة الثانية وهي أيضا أمر مهم أن نشير إليه وفي مثل هذه الحوارات يجب أن يكون موجودا، وهي إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني.